صباح الخير، عاملين ايه النهارده؟ هنعمل فطاير سريعه وسهله كده، مش هتاخد مننا اي وقت. بقى مع بعض نقول المقادير ايه. انا استخدمتها استخدمت كوبايتين دقيق، عليهم معلقتين لبن بودرة، معايا معلقة خميرة كبيرة، معايا نص معلقة بيكنج بودر، معايا رشة ملح، معايا معلقة فانيليا صغيرة، معايا 3 معالق سمنة بلدي، وممكن استبدالهم بزبدة او زيت براحتكم، معايا معلقتين سكر وكوباية مية دافية للعجن. اول حاجه هقلب كل المكونات الجافه ديت على بعض واقلبهم تقليبه كويسه. هحط 3 معالق سمنه، زي ما قلت لكم ممكن استبدالها بزبده او زيت زي ما تحبوا. ودلوقتي هعجن بقى بالميه شويه شويه كده، مش هنحط الميه طبعا كلها على بعضها، هنفضل بس نحط شويه شويه لغايه ما العجينه تلم معانا، وبعد كده نعجنها بايدينا ونعجنها كويس قوي، مش اقل من حوالي 5 دقايق عجن علشان تبقى ناعمه معانا. انا دلوقتي اهو بلم العجينه كلها بالدقيق اللي موجود في الطبق. بصوا هي سهله جدا خالص، هتعملوها جنب الفطار الصبح، تعملوا جنبيها كده كوبايه شاي بلبن حلوه جدا. لو هتعملوها كحاجه حلوه كده في وسط النهار برضو، هي سهله وسريعه جدا، وتحسوا ان عجينتها شويه شبه الدونتس، بس الدونتس بيبقى طبعا عليه بيض، بس نفس يعني نفس الهشه بتاعه الدونتس بالظبط. بصوا انا دلوقتي اهو حطيت لها رشه دقيق، هبتدي الم العجينه كلها من الطبق واعجنها كويس قوي علشان اخليها ناعمه معايا. بصوا انا حاساها لسه ملزقه، حطيت لها رشه دقيق تاني. كل ما تحسوا ان هي ملزقه شويه حطوا لها رشه دقيق، ما تكتروش الدقيق قوي، وفي نفس الوقت يعني تخلوها ملمومه معاكم في ايديكم ما تبقاش ملزقه. وكل ما هتتعجن كل ما الدقيق اللي في الطبق وفي ايدي دوت هيتلم. وهتشوفوا دلوقتي انا هعجنها كويس قوي وهوريها لكم بعد ما هتتعجن. بصوا جميلة جدا وناعمة جدا وحلوة قوي، هسيبها بقى تخمر لمدة ساعة وهوريها لكم بعد التخمير. وادي عجينتنا القمر خمرت اهي بتاعت فطايرنا الحلوه اللي هنعملها. بصوا انا هلمها من الطبق كده لمه خفيفه، وابتدي ارش على المفرش رشه دقيق، وابتدي اقسم العجينه على قطعتين. القطعه الاولانيه انا هفردها على شكل دايره واقطعها مثلثات، والتانيه هعملها على شكل كرواسون صغير كده، هو زي اللي بنجيبه في المولتو، بتبقى شكلها حلو، بس انا مش هحشيها شوكولاته لاني هحط الشوكولاته على الوش من فوق. هبتدي دلوقتي افردها على قد ما اقدر كده على شكل دايره، ما تفردوهاش ولا رقيقه قوي ولا تخينه قوي، خلوها في الوسط، ما ترققوش العجينه علشان ما تنشفش منكم في التحمير. بصوا هي بسمك حوالي 0.5 سنتي كده على قد ما تقدروا، ممكن بقى انتوا عايزين عندكم اشكال قطاعات على شكل وردة، على شكل مثلا نجمة، اي اشكال عندكم عايزين تقطعوا بيها براحتكم، العجينة في ايديكم وابتدوا شكلوها زي ما انتوا بتحبوا، اعملوها زي ما انتوا عايزين كده وزينوها زي ما انتوا عايزين، طلعوا فيها احلى حاجة عندكم. بصوا انا هقطعها مثلثات، اللي عنده قطعة البيتزا يقطع بيها هتبقى سهلة ليه اكتر، بس انا قلت المتاح السكينة فانا اشتغل بكل المتاح اللي موجود عند الناس كلها ان شاء الله. بصوا الحتة اللي تبوظ منكم ولا حاجة اعدلوها عادي مفيش مشكلة، يعني ظبطوا البوز بتاع المثلث تاني هيتظبط معاكم مفيش اي مشكلة. بصوا ده الشكل التاني هو بتاع الكرواسون اللي انا عملته الصغير خالص، هبتدي ان انا بتقطعوها كده من النص شوية علشان تديكوا اللفة ديت. بصوا اهو ده بيبقى شكلها، سهلة جدا وبسيطة قوي. على النار بقى انا كنت مسخنة الزيت اهوت، هبتدي ان انا احطهم. بصوا تخلوا النار متوسطة وتفضلوا كل شوية تقلبوا فيهم من فوق لتحت من فوق لتحت علشان بس يتحمروا ويبقوا تحمير واحد. بصوا بسيطة وسهلة جدا، وهتتعمل في وسط النهار مع اي اكلة حلوة كده بعد الغدا نحلي بيها جنب كوباية الشاي.
بسيطة وسهلة وما فيهاش اي حاجة صعبة. بصوا طلعوها تصفوها على مناديل كويس قوي علشان برضك ما تبقاش شاربة زيت منكم. ممكن تحشوها شوكولاتة كمان، بس شوكولاتة مكعبات، ما تكونش شوكولاتة سايلة، علشان لما السايلة بتبقى في الزيت او في الفرن ساعات بتتحرق، بيبقى ليها ريحة وحشة وطعم مش حلو. انا جبت سكر عادي اللي هو السكر السنترافيش بتاعنا، بتاع السكر اللي بنحلي بيه السكر والنسكافيه. تبتدوا تنزلوها فيه كده، بتاخد الشكل اللون الابيض دوت. وعملت صوص شوكولاتة، هبتدي ان انا ازين بيه اهو. بصوا عايزين تعملوها بصوص كراميل، صوص فراولة، شوكولاتة بيضة، اللي يريحكم. هجيب 2 بقى من الكرواسون اللي انا عملته دوت، واحط عليهم الشوكولاتة كده من فوق. مش قادرة اقولكوا على الطعم بتاعها، تحفة تحفة جدا، طعمها روعة بجد. جربوها يا بنات، والله حلوة جدا. بصوا شكلها حلو ازاي، وبجد حلوة. وهوريك واحدة هقطعها لكم من جوه الطراوة عاملة ازاي. بصوا جميلة جدا. عجبتكم طريقة الفطاير بقى النهاردة؟ ما تنسوش تعملوا اللايك والاشتراك، والاشتراك من الزرار الاحمر اللي تحت الفيديو، واللايك يا بنات عشان اللايك بيرفع الفيديو. بحبكم، باي باي.